محمود. ايوه يا عمر تعالى. لا معلش عايزك بس ثانيه. حاضر. بقول لك يا عم حط، وانا بكره هعمل ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا بروجرامي ايه؟ العادي يا عمر، المفروض انت جاي هنا عشان تقلب رزقك، تشوف مصلحه تعملها، تتفسح وتتفرج على شوارع البلد زي اي واحد لسه جاي اتينا لاول مره. وبعد الظهر تيجي لها القهوه، عنوانها سهل. اه سهل سهل طبعا. يلا تصبح على خير. وانت من اهل. بقول لك والنبي يا عم حوده، معلش استنى. يعني لو فيها اذاعه ادب مني، ده كنت عايز اغير دول عشان معيش فلوس ومش عايز بقى يضحك عليا وكده. هنا مفيش حد بيضحك على حد بسعر العمله، السعر واحد عشان مفيش سوق سودا. تفضل يا سيدي. تسلم يا عم حوت، اوعى تكون غيرتهم بسعر وحش هعرف. تصبح على خير. لو في حد ماشي وراك وشكيت انه بيراقبك، اختار اي واجهه محل وبص عليه من خلالها. ازيك يا ولع؟ حبيبي هندسه. صباح الفل يا حسن. اهلين عمر. صباح الفل يا عمر. يا سالم، مش تيجي ترحب بالضيف اللي لسه جاي من مصر طازه؟ الله، هو وصل بالسلامه؟ الله، ده انا بقيت مشهور بقى ولا ايه؟ عمر ابن صلاح الدين طه، اخويا وحبيبي اللي حكيت لك عنه. سالم نورت يا وحش. بنورك يا باشا. ايه عجبتك البلد؟ اوعى يا عم حوده، تحس كده ان عتبتها تروع على قلبي ومش عارف ليه متفائل، حاسس انها كلية فيها رزق حلو. ده في الاول بس عشان انت مستجد، بكره ولا بعده لما تدخل في الجد وتدور على شغل هيبقى حالك بالحال سالم وكل الشباب اللي هنا. ليه يا عم حوده وانا مالي؟ ما انا زي الفل اهو. فل؟ انت عايز ابقى صايع زيك ولا ايه؟ صايع هنا ارحم من صايع في مصر. لا بس عمر ما كانش صايع زيك في مصر، ده فن تركيب كاميرات مراقبة في شركة محترمة عند لواء قد الدنيا. لواء؟ سابق. لواء سابق في الداخلية. طب دي شغلانة كويسة وزي الفل. إيه اللي خليك تسيبها وتيجي عليا؟ الرزق يحب الخفية برضه، وبعدين هو مش بيقول لك في السفر سبع فوايد. أنا صراحة ما شفتش منهم ولا فايدة. يا أخي معرفة الناس كنوز، كفاية إن أنت تشوف أهل ولاد بلدك في الغربة. شكلك أول مرة تسافر ها؟ عرفت منين؟ إيه؟ يعني عندك عشم زيادة و لسه ما خدتش على عينيك. يا ظالم، ده لسه بيقول بسم الله. طب بالاذن انا بقى. نورت يا عم عمر، اشوفك بالليل ان شاء الله. المعلومه هتوصل دلوقتي، يعني خلاص انت منور رايح عينيهم عليك. استعد بقى للي جاي، ربنا يعينك. ايه يا سبوح؟ خد يا معلم.
ده كشف فيه اسماء كل العرب اللي شغالين معايا ومخالفين شروط الاقامه، وقدام كل نفر منهم اللي قدرت اعرفه عن ظروفه. انت عبيط يا سبوبه؟ ايه عبيط دي؟ ما تلم نفسك يا جدع. يا عم ما تزعلش، بس اصل الكلام ده عادي يعني. المعلومات دي انا لو قعدت خمس دقايق مع حد هنا على القهوه هعرفها على طول، ده غير ان معظمها مش مفهوم يا سبوبه. خد، ما انا بصراحه ما عرفتش ازاي اكتب اللي بسمعه دي، ما فهمتهاش. عندك كاسيت؟ تسجيل؟ اه. طب خلاص سجل بصوتك واحكي. احكي ايه؟ احكي في المحكي يا سبوبه. في ايه؟ العيال دي اللي خليها تسيب اهلها وبيوتها وتيجي هنا ليه مخالفين شروط اقامتهم؟ هنا حالهم عامل ازاي؟ اسامي قرايبهم طب وهي اسامي قرايبهم دي هتفيد في ايه في اللي هم عاوزينه؟ عشان يعرفوا يحللوا السبب الرئيسي اللي بيخلي الناس دي تخاطر بحياتها وتسافر وتتمسك وتترحل. سالم، اوعى اكون بودي العيال دي في داهيه، اوعى اكون بسلمهم ولا مش واخد بالي. مش بقول لك عبيط يا سبوبه؟ قلنا بلاش عبيط دي يا جدع انت. يا عم خلاص ما تزعلش، بس هما دلوقتي عارفين عنهم كل حاجه. بس هو الموضوع هما عايزين يعرفوا ليه العرب بيخاطروا بنفسهم ويتغربوا. ليه؟ هما عايزين يعرفوا يا سبوبه. انت كده فهمت؟ على الحرام ما فهمت حاجه يا سبوبه. سلام. يا عمر هروح افرد ظهري ساعتين واجي. تحب اجي معاك؟ لا لا لا، خليك براحتك وعيش حياتك، ما تربطش نفسك بيا. اشوفك بالليل ابو رياض. ماشي حبيبي، الله معك. قل لي اخي عمر. نعم. انت بتعجبك سياسه البلطجه الامريكيه؟ نعم. من انهيار الاتحاد السوفيتي من 8 سنين والاداره الامريكيه طايحه بالعالم وعم يتحرشوا بالدول والعالم واقف مكتوف الايدين. لا، كله الا التحرش يا سيدي. بيستفزوك وبيتهموك، يا بتدافع عن نفسك بتدخل معهم بعداء مباشر، يا بدك تسكت وساعتها بيعرفوا انك ضعيف وبدون يركبوا على كتافك. موضوع ليه ابعاد،